يعني على الأقل عندنا 180 بحث ركن. الاتفاقية هذه هي إطار نتمنى أنه يكون بداية لإنشاء فرق بحث مشتركة لوجود إجابات للبحث عن إجابات على كثير العديد من النقائص الموجودة في ميدان البترولي، والبحث عن تكنولوجيات جديدة كذلك مع الخبراء المتواجدين في الجامعة قصدي مرباح. باحثين جامعة قصدي مرباح سيقومون بدراسة كل ما هو مشاكل لشركة سوناطراك بحاسم سعود، وبذلك نقوم بدراسة هذه المشاكل ووجود حلول لهذه المشاكل وتقديم آفاق للمشاكل الموجودة على أرضية الواقع. اتفاقيات ترجع بالفائدة على شركة سوناطراك وعلى الطالب أو الباحث بصفة عامة، حيث أن شركة سوناطراك تحتاج إلى الباحث، وذلك من أجل يعني تطوير يعني استغلال الحقول البترول والغاز على مستوى الصحراء الجزائرية.